أهلا بكم في النشرة الاقتصادية. تعلن الحكومة يوم الأحد المقبل تفاصيل زيادات على رواتب متقاعدي الضمان المبكر بحسب ما أعلن وزير العمل خلال اجتماعه مع أعضاء اللجنة الإدارية النيابية مدير عام الضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرححلة، حيث قال لنشرتنا إن إجمالي عدد متقاعدي الضمان 241 ألفا متوسط رواتبهم 448 دينارا شهريا، وهو أقل من متقاعدي الضمان المبكر، حيث يبلغ متوسط رواتبهم 492 دينارا، ويبلغ أيضا عدد متقاعدي الضمان المبكر 117 ألفا، ويشكلون 58% من إجمالي متقاعدي الضمان. وإلى خبر آخر، حيث أبدى رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني تفاؤلا في العام 2020 متوقعا جذب استثمارات إلى المملكة بحجم ملياري دينار، داعيا الحكومة إلى زيادة الاهتمام في قطاع الطاقة بتقليل الكلف لأثره على جذب الاستثمارات. جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة حوارية لمنصة تقدم حول برنامج الحكومة الاستثماري. 2017 كنا مليار و665 دولار جبنا استثمارات خارجية، 2018 نزلنا ل 950 مليون، 2019 زي ما بتحكي انه البنك المركزي بيقول في نتراجع ب 12%، معناته كأننا نزلنا عن 2017 بحدود 40% ل 50%. تحدي كبير بس فرصة كبيرة، لأنه في عندنا فرص استثمارية. لازم الآن نقرر، ومع تقدمنا في التقارير العالمية أنا بعتقد رح نحسن هذا الأمر، وفي فترة من الفترات وصلنا لثلاث مليارات دولار، أنا بعتقد رح نوصل له هذا العام. أنا جدا متفائل بعام 2020. ملف الطاقة ملف مزعج، وهو ملف منفر للاستثمار في الأردن، وإذا بدنا نشتغل استثمار حقيقي بدنا نرجع نراجع كل ما يتعلق باستراتيجية تسعير الطاقة وآلية التعامل مع ملف الطاقة في الأردن، خاصة لما تحدث عن قطاع الصناعة، تحدث حتى على قطاع السياحة، الفنادق، كافة القطاعات. اليوم موضوع الطاقة موضوع مهم، دول العالم اليوم تتسابق على تخفيض الطاقة عالميا. اليوم الأسعار العالمية للطاقة في المتوسط قد تكاد لا تزيد عن 4 سنت، وإحنا قاعدين ننتجها ب 16 و18 سنت. إذا بدنا نشتغل سيريس جدي، بدنا ننزل للمستوى العالمي بالطاقة، وبدنا نشجع الطاقة المتجددة، وبدنا نساعد القطاع الخاص أن ينافس. ساهم انتعاش النشاط السياحي في منطقة الشرق الأوسط في تسجيل حركة السياحة العالمية نموا بنسبة 4% في العام الماضي، وهي ذات النسبة تقريبا المتوقعة في العام 2020 بحسب تقرير لمنظمة السياحة العالمية التي دعت إلى اغتنام فرص النمو لتنشيط اقتصادات الدول في ظل حالة عدم اليقين التي يشهدها العالم. منظمة السياحة العالمية قالت إنه في العام 2019 تم تسجيل 1.5 مليار سائح دولي على مستوى العالم بزيادة 4% عن العام السابق، وبمعدل يومي 4 ملايين سائح. وعلى مستوى الدول، استقبلت الدول الأمريكية 220 مليون سائحا، في حين استقبلت الدول الأوروبية 742 مليونا متأثرة بقضية بريكزيت. أما الدول الإفريقية فقد استقبلت 71 مليون سائح، ودول الشرق الأوسط 64 مليونا، فيما استقبلت آسيا ودول الباسيفيك 364 مليون سائح. المنظمة بيّنت في تقريرها أن دول الشرق الأوسط هي الأعلى نموا في أعداد السياح العام الماضي بنسبة بلغت 7.6% مقارنة بالعام الذي سبقه، وثانيا جاءت دول آسيا والباسيفيك بنسبة 4.6%، تليها إفريقيا بنسبة 4.2%، وأوروبا بنسبة 3.7%، وأدنى نسبة للنمو جاءت في الدول الأمريكية وهي نسبة 2%. وتصدرت فرنسا قائمة الدول على مستوى العالم في عدد السياح رغم الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها، تليها إيطاليا ثم الولايات المتحدة. وعلى المستوى العربي، تصدرت مصر القائمة بنسبة نمو بلغت 21%، والسعودية بنسبة 7.9% بسبب برامجها التي أعلنتها لتنشيط السياحة.
قال وزير العمل إن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور ما زال قيد دراسة وزارة العمل من قبل اللجنة المعنية. وأكد خلال لقاء تشاوري نظمه المنتدى الإعلامي لمركز حماية حرية الصحفيين على ضرورة محاسبة أصحاب العمل غير الملتزمين بدفع الحد الأدنى لأجور العاملين لديهم وخاصة في المحافظات، وأشار إلى وجود 350 ألف عامل وافد يعملون بشكل قانوني، وضعف هذا العدد يعمل بشكل غير قانوني. وفي جلسة نقاشية مختلفة حول العمل المرن، قال الوزير إن الوزارة تسعى لتعديل نظام العمل المرن الذي تم إقراره في العام 2017 من خلال عدة إجراءات تعكف عليها حاليا بسبب ضعف التنفيذ من قبل أصحاب العمل، حيث يعد العمل لبعض الوقت والعمل ضمن ساعات مرنة وبما يتواءم مع احتياجات العامل دون أن يؤثر على أي من حقوقه في قانون العمل من أشكال نظام العمل المرن. اليوم تطرقنا على سبيل المثال أنه العمل المرن أو العمل عن بعد من المنزل في القطاع الحكومي ممكن أو غير ممكن، فأنا كان جوابي أنه هذا حاليا صعب وغير ممكن، لأن اليوم هذا مرتبط بتغيير ثقافي اتجاه الوظيفة العامة، مخرجات من أداء كل موظف، منظومة أداء مؤسسي وأداء فردي يجب أنه نخلصها بالأول بعدين نحكي عن عمل مرن أو عمل عن منزل من خلال المنزل، لأنه اليوم بدنا هذا التغيير يكون موجود على صعيد الأداء وعلى صعيد التغيير الثقافي عند الموظف وعند المسؤول. أعلنت شركة العقبة لإدارة الموانئ تراجع مستوردات المملكة من خلال ميناء العقبة 8% العام الماضي نتيجة الظروف الاقتصادية في المملكة وضعف القيمة الشرائية. مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ قال خلال مؤتمر صحفي إن إيرادات الشركة ارتفعت 8% لتصل إلى 73 مليون ونصف مليون دينار، وأشار إلى أن الموانئ الأردنية على القائمة البيضاء بخصوص السفن وكوادر السفن وأمن البضائع، حيث ارتفع عدد السفن إلى 12% في العام الماضي. حصاد عام 2019 الحمد لله عملنا مناولة بلغت حوالي 15,750,000 طن بنسب انخفاض بسيطة جدا مقارنة مع عام 2018 نتيجة إلى خروج الفوسفات من مناولة شركة العقبة ذات شغل الموانئ. تم تحويل مبلغ 22 مليون دينار إلى شركة تطوير العقبة كفائض مالي من شركة العقبة لإدارة شغل الموانئ. أطلقت شركة نيسان سيارتها الكهربائية ليف الجديدة كليا في الأردن كأول سوق للسيارة في الشرق الأوسط. وطورت نيسان على السيارة الجديدة عن سابقتها بالتصميم العصري وحجم بطارية ليثيوم 40 كيلو وات، بما يتيح للسيارة قطع مسافة 378 كيلو مترا تقريبا بالشحنة الواحدة وبقوة تصل إلى 148 حصانا. السوق الأردن هو السوق الأكبر على مستوى الشرق الأوسط لما بتحكي بالسيارات الكهربائية، وهذا بيعود للحوافز للحكومة عم تقدمها وللإنفراستراكشر أو البنية التحتية الموجودة بالأردن. فبسطامو صاحب علاقة استراتيجية قديمة، مؤخرا احتفلوا بخمسين سنة علاقة مع نيسان، هذا الشيء بدل على الكوميتمنت اللي سووها التزامهم لعملائنا بالمملكة، لأنه عملاء نيسان فلازم يكون في دائما رضا عالي من العملاء، وهذا اللي نيسان بتتوجه له.